شركة هاسبرو عملت ثلاث حاجات أو فكرت في ثلاث زوايا أو ثلاث صناديق إن صح التعبير. الجزء الأول هي أدارة الحاضر بشكل صح جدا، أدارة الحاضر بأقصى ربحية. يعني هي كان وهي بتنتج الدمية وبتنتج الألعاب البلاستيكية للأطفال كانت ناجحة وكان عندها خط إنتاج ناجح جدا، ما كانش في حالة فشل أو كان العملاء مثلا ما بقوش يشتروا، لا دي كانت ناجحة جدا. فهي كانت في الحاضر أو في الواقع بتاعها بتدير المؤسسة بشكل ربحي وبشكل إزاي يدير الربح وبشكل فيه كفاءة. الماضي تجنبت أخطاء الماضي وتجنبت كل الإخفاقات، وده طبيعي جدا لازم يكون عندنا إن أنت تتعلم من دروس الماضي تتعلم من دروس الماضي، وإن كل الإخفاقات أو كل الأخطاء إن هي تكون بعد كده ليك دروس مستفادة تبني عليها استراتيجية في الحاضر. وعملت شيء وده الأهم، حولت الأفكار اللي عندها، الأفكار الثورية اللي عندها إلى منتجات ومشروعات جديدة، وده أساس الابتكار أو ده المعنى الحقيقي للابتكار. الابتكار هو إنك تحول الفكرة لشيء ملموس، منتج أو خدمة ملموسة، ما تبقاش مجرد أفكار ونقعد نقول إبداع والله أفكار جميلة، بس طالما الفكرة ما تحولتش إلى شيء ملموس أو منتج ملموس هتفضل فكرة. فعلشان تبقى ابتكار فعلا والناس تستفيد منه ويبقى قيمة، لأن الابتكار عبارة عن فكرة بتنفذها وتصبح قيمة، هنا نقدر نقول فعلا ان انت كده عندك افكار وان انت حاطط نفسك في المستقبل. ولو لخصنا اللي شفناه في مايكروسوفت واللي شفناه في الشركات اللي اختفت واللي شفناه في مرونة هاسبرو، هنتكلم عن خمس حاجات. النقطة الاولانية انك لازم تكون كمؤسسة منتبه جدا الى الاشارات او حتى لو كانت ضعيفة اللي بيها ممكن تشوف المستقبل، لازم تكون زي ما تكلمنا يقظ جدا، ده واحد. اتنين، انك دايما تكون عندك تجنب لمصائد الماضي، دايما عندك تعلم من دروس الماضي واخفاقات الماضي. نقطة رقم ثلاثة، انك عملية صناعة المستقبل لازم تكون عملية يومية مستمرة، عقلك ودماغك دايما في بكرة هنعمل ايه، مع انك بتدير الحاضر بشكل جيد جدا وبتدير الحاضر بشكل يجيب لك الربح، بس انت محتاج تستمر علشان ما تبقاش منطقة الامان اللي انت راكن اليها منطقة خطر بعد كده زي ما تكلمنا. النقطة الرابعة، انك محتاج تجرب وتتعلم، جرب واخطأ وصيب مرة وافشل مرة، لازم تجرب وتتعلم بشكل مستمر، وده هو اللي عمله ساتيا ناديلا في حياته كلها من اول ما توظف او من اول ما كان موظف في شركة مايكروسوفت. النقطة الاخيرة هي مرونة مواجهة التغيير على صعيدك انت كشخص، ايه المهارات اللي انت محتاجها علشان يكون لك مكان في المستقبل لو حضرتك في مجال التسويق او في مجال المبيعات او في مجال اي مجال، في مجال المشتريات، في ايا كان المجال، ايه المهارات اللي محتاج تكون موجودة عندك علشان تواجه بيها المستقبل. محتاج تكون عندك خمس حاجات على صعيد سواء التغيير ليك انت او التغيير لمؤسستك، انك تكون يقظ، انك تكون بتتعلم من تجاربك كويس جدا ومركز ايه الاخفاقات، ما تبقاش ان الموضوع سلبي وان انا اخطأت وما كانش ينفع نعمل كده، لا احنا عملنا ده بالشكل الفلاني المفروض كان نعمله كده، فيتحول الخطأ اللي حصل دوت لفكرة تحسن بعد كده. النقطة الثالثة، لازم يكون عندك تفكيرك في المستقبل بشكل مستمر، محتاج تكون بتتعلم بشكل ما ينفعش توقف تعليم مهما كان مدى العلم اللي عندك، مهما كانت الدرجة العلمية اللي عندك، مفيش حد عنده وعي بالتغيير وعنده مرونة للتغيير إلا ولازم يتعلم بشكل مستمر. ودايما بالمناسبة في فرق بين اتنين، فرق بين شخص حس ان هو عنده مكانة علمية كبيرة قوي وعنده علم كتير فهو جاله تشبع فده ملوش مكان على فكرة او يعني عمره قصير جدا في الانجازات، وفي شخص ممكن يكون معاه درجة علمية كبيرة جدا وعنده علم رهيب جدا وحس انه لسه بنتعلم يعني حاسس، ودول اكيد شفتوا الشخصين دول او اكيد شفتوا الاشخاص دي في حياتكو، النهم للعلم والشغف للتطوير والشغف للتطور والتعلم المستمر. يعني
محتاجين ان احنا نفكر ان احنا ازاي نكون في المستقبل وازاي نكون لنا مكان في المستقبل. والحقيقة شركة هاسبرو من افضل الشركات اللي كانت استجابتها رائعة جدا واستجابتها تدرس في الاستجابة للتغييرات. طيب ايه هي المحركات او الدوافع الخارجية طبعا اللي بتكلم عليها اللي بتدفعنا للتغيير او انها بتدفعنا دفع وبتزقنا زق الى التغيير او ان احنا لازم نتغير على الصعيد المؤسسي. في طبعا محركات كتيرة جدا وفي يعني مقالات كتير وفي كتب كتيرة بتتكلم عن المحركات التغيير في العالم على مستوى حاجات كتير. احنا هنتكلم على المستوى المؤسسي في اربع حاجات. اول حاجة التطور التكنولوجي المحرك الاول. المحرك الثاني هو المجتمع اللي اصبح قائم على اقتصاد المعرفة. اصبحت المعلومة بتساوي كتير، المعلومة والمعرفة بتساوي كتير. في اقتصاد لدول بدأ يكون قائم على المعلومة وقائم على المعرفة، علشان كده اصبح استشراف المستقبل البديل للتخطيط الاستراتيجي. النقطة او المحرك الرابع نتكلم عنه التكامل الاقتصادي بين الدول، زي توحيد العملات، تعويم العملات، سهولة الانتقال ما بين دولة ودولة في أي بيزنس. المحرك الرابع والأخير وهو نضج الأسواق في الدول المتقدمة. احنا بنشوف الدول المتقدمة زي بلاد كتير زي أوروبا عندها نضج خطير وعندها أفكار رائعة جدا وعندها انتشار رهيب جدا في أسواقنا. لو احنا شفنا الأربعة أو دايما عنا على الأربع مكونات دي هيودينا لاتجاهين. الاتجاه الأولاني وهو أن هيكون المخاطر هتزيد. الاتجاه الثاني الفرص هتزيد. المخاطر هتزيد لأن المنافسة بقت شرسة جدا والسرعة بقت عنيفة جدا، فمحتاج أنك تكون منافس قوي، ومش علشان تبقى في مكان أعلى وعشان تقدم عشان تبقى، علشان كمؤسسة تبقى. لأن حاليا التغيير لم يعد للتقدم فقط أو أنك تتطور فقط أو تبقى شركة رائدة فقط، لأن احنا بقينا كتير جدا وبقت الأفكار كتيرة والمؤسسات كتيرة جدا جدا. احنا ده بتشوف ممكن فكرة واحدة تنتشر انتشار، فما بقاش قصة الرائدة في كذا أو الشركات الرائدة ليه مكان في زماننا حاليا. فمحتاج أن انت تواكب السرعة وتواكب المنافسة. ده بالنسبة للمخاطر. طب الفرص هتزيد ازاي؟ اسواق اكبر اتفتحت، انت ممكن تفتح بيزنس يكون ادارته في مكان وبتبيع في مكان والفريق يعني عندك انفتاح على كل العالم، ودوت هيديك ممكن ربح اكبر وحواجز اقل. السوشيال ميديا دلوقتي ما خلتش في ناس كتير جدا جدا جدا، وتجارة قائمة كتيرة جدا، تجارة الكترونية فاتحة بتبيع في بلاد مختلفة. لما نشوف مثلا مكان زي سوق دوت كوم اللي اخذته امازون، لما نشوف في متاجر كتير اونلاين، واصبح الترويج للمتاجر او الشراء الاونلاين اكتر كمان من الشراء، لان ده هيوفر عليك فلوس ويوفر عليك مجهود ويوفر عليك عماله، هيوفر عليك حاجات كتيره جدا. وعلشان يكون عندنا فكر التغيير المؤسسي او عقليه التغيير المؤسسي ونحاول نتجنب المخاطر الكتير اللي حوالينا ونستثمر الفرص دي، محتاج يكون في مؤسستك التركيز على اكتر من حاجة. او لو قلنا المحركات للتغيير والنقطتين او السيناريوهين اللي كانوا نتيجة للمحركات دول، ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ محتاجين نستثمر في البشر، محتاجين ان احنا ندير مواهب البشر، محتاجين ان احنا نستثمر في خبرات الموظفين اللي معانا، محتاج ان احنا يكون عندنا احد الاستراتيجيات الاساسية والثابتة هو تعليم وتطوير الموظفين بشكل مستمر، محتاجين يكون عندنا تخطيط وتنظيم بشكل مختلف، استراتيجيات مختلفة حتى في الاستراتيجيات التسويق. زي مثلا في استراتيجيه رائعه جدا ان تكون عندك ازاي قيمه مختلفه اللي هي البلو اوشن. ما كانش الاستراتيجيه كان استراتيجيه المنافسه، ان انت دايما عندك المنافس بص المنافس، لا انت دلوقتي بتبص ازاي تقدم قيمه مضافه بشكل مختلف، ودي ليها شرح طويل جدا. التفكير في جوده اللي بنقدمه، التفكير في روتينيه الهياكل التنظيمي، محتاج نعيد التفكير بشكل كبير. التفكير في التغيير الثقافي، في ازاي تؤسس لثقافة مؤسسية اي موظف جه او راح هي موجودة.
دول كانوا أربع محركات أساسية للتغيير محتاجة أي مؤسسة، أي قائد لأي مشروع غصب عنه شئنا أم أبينا، هم دول اللي بيحركوا التغيير، وهم دول اللي إما يخلوك في خطر قوي جدا جدا أو يخلوك تستثمر فرص كتيرة جدا جدا.